السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا موقع متميز. الموقع ده عبارة عن ايه؟ ان انت بتقول له انت عايز تعمل معادلة ايه في الاكسل اللي هو يعملها لك. الكلام ده في الاكسل وفي الجوجل شيت. يعني عايز تقول له مثلا ان انا عايز احسب المتوسط لمجموعة من الخلايا واضربهم في رقم معين والحاجات دي كلها. فمش لازم تحفظ الكود، مجرد ان انت تكتب له لو الخلية كذا اقل من كذا اعمل كذا، كلام عادي، وهو يحول الكلام ده لمعادلة. والجميل ان الكلام دوت في صورة سهلة، مش لازم تحفظ شفرة، مش لازم تحفظ اي حاجة خالص، مجرد ان انت بتقول له ان انت عايز مثلا اكسل وهو يبدأ يعمل لك الكود وتبدأ تشتغل عليه بالشكل دوت. تكتب يروح محولها لك ل معادلة تقدر تستخدمها في الاكسل او تقدر تستخدمها في جوجل شيت. يعني ممكن تقول له افرج اوف كولوم ايه، هو يروح كاتبها لك، ولو في مسافات، لو في غلطة في بتاع بيعديها، لأن أنت كأنك بتكلم إنسان. أنت ممكن تقول له اجمع لي كل الأرقام اللي في جدول A، ولو جدول B بيحتوي على كلمة كذا اجمع لي معاهم رقم C وهكذا. فما شاء الله ده موقع ممتاز جدا للناس اللي بتستخدم الإكسل والجوجل شيت. تقريبا كلهم بيستخدموا.